معروف دايما ان دور المهرج او الاراجوز ان هو يضحك ويبسط الناس، ودايما كنا بنشوفهم يا في حفله عيد ميلاد يا في سيرك واحنا صغيرين. والمهرجين مش حاجه جديده علينا عامه كبشر، فهم موجودين حتى من ايام الفراعنه وكان اسمهم دانجس. ده غير ان كل حضارات العالم ليها اسم وشكل معين للاراجوز، زي الصين الاراجوز بتاعها اسمه يوسيزي، وبرده في روما كانوا مسمينهم ستيوبيدس اللي هو من ستيوبيد، يعني اللي هم ناس اغبياء وبيقلدوا كده، لغايه ما وصلنا رونالد ماكدونالد بتاع ماكدونالدز اللي كلنا عارفينه. بس الفكره ان احنا مع الوقت بطلنا نشوف ان المهرج يضحك، بقى معظمنا نشوف شكله مخيف ومرعب. والموضوع وصل من ان الناس كانت بتحب المهرجين جدا للناس بقت تخاف منهم، لدرجه ان بقى في فوبيا للموضوع ده اسمها كلوروفوبيا، واتعمل افلام كتير قوي بتمثل الفوبيا دي، زي فيلم ات مثلا اللي احنا كلنا عارفينه. بس عمرك ما سالت نفسك فكره ات دي جات لستيفن كينج ازاي؟ لو ما تعرفش يبقى انت اكيد مش عارف قصه جون وين جيسي، الشخص الطيب اللي كانت كل الناس في الحي اللي ساكن فيه بتحبه، وبتحب شخصيه المهرج بتاعه بوجو ذا كلاون اللي كان لازم يبقى موجود في اي حفله عيد ميلاد عندهم. بس الناس ما كانتش تعرف سر جون وين جيسي المظلم لغايه 1978 لما لقوا 33 جثه شاب وطفل مدفونه في البيت بتاعه. جون وين جيسي اتولد في 17 مارس 1942 في شيكاغو إلينوي، وزي اي سيريال كيلر جيسي كانت طفولته صعبه جدا، فابوه كان خمرجي وكان شديد جدا معاه، وكان دايما بيضربه بسبب او من غير سبب اصلا هو واخواته حتى امه. ده غير ان كان في واحد من اصحاب العيله كان بيتحرش بيه وهو صغير، وطبعا عشان ابوه كان عنيف معاه كان بيخاف يقوله. وحتى ام كاسيدي لما كانت بتيجي تحميه من ضرب ابوه ليه كان ابوه بيقول عليه ان هو عيل جبان وابن امه من الاخر. وبسبب كرهه لابوه جيسي كان دايما بيحاول ان يخلي الناس تحبه، وفعلا طول عمره كان كويس في تعامله مع الناس، لدرجه انه بقى حاجه كبيره جدا وعضو نشيط في المدينه اللي كان عايش فيها ساعتها. وفي نفس الوقت ده جيسي ابتدى يلاحظ انه بينجذب للرجاله اكتر من البنات، فساعتها قرر ان هو ما يكملش اخر سنه ليه في المدرسه ويسافر على لاس فيجاس عشان يهرب من عنف ابوه، وعشان ابوه برضه لو كان عارف ان هو بينجذب للرجاله كان ممكن يقتله فيها. اول لما وصل جيسي لاس فيجاس اشتغل كعامل نظافه في مشرحه، وكان مرات برضه بيبات فيها عشان ما كانش عنده مكان تاني يبات فيه، لغايه اما في يوم عمل حاجه معظم البني ادمين ما يتخيلوش اصلا ان هم ممكن يعملوها. بعد ما كله مشي من المشرحه جيسي راح لجثه شاب في تابوت ونام جنبها، ودي كانت نقطه تحول لجيسي. بس نقطه التحول دي ما كانتش للاحسن، للاسف كانت للاسوء. وبعدها جيسي ساب شغله ورجع لاهله في شيكاغو تاني. اول لما رجع اشتغل كموظف مبيعات لشركه جزم، ومن كتر ما هو كان شاطر في شغله طلبوا منه يروح الفرع بتاع سبرينج فيلدز. جيسي راح فعلا واشتغل على نفسه لغايه لما بقى مدير قسم المبيعات في الشركه دي، وفي نفس الوقت انضم لجماعه اسمها جي سيز، ودول بيكونوا مسؤولين على تشجيع الشباب ان هم يكونوا ناس مسؤولين، وبيعلمهم عن الاقتصاد واهميه التفاهم بين الناس وحاجات شبه كده. ومن كتر ما جيسي كان شاطر بقى نائب الرئيس ليهم، ده طبعا بجانب شغله كمدير قسم المبيعات في شركه الجزم. وساعتها حب واحده من الشغل اسمها مارلين مايرز واتجوزها، وابوها ساعتها عرض عليه ان هو يمسك 3 فروع من كنتاكي. اه والله بتكلم بجد، كنتاكي اللي احنا بناكل منه ده. بس شرطه ساعتها ان هو كان يسيب سبرينج فيلدز ويروح لمدينه جديده اسمها ووترلو. طبعا جيسي شاف ان دي فرصه ما تتعوضش، فعلا ساب الشغل بتاع الجزم ومنصبه في جي سيز ومسك على طول الثلاث فروع بتوع كنتاكي في ووترلو. وفي نفس الوقت ده خلف من مراته بنت وولد. بس بعد فتره مش طويله جيسي ابتدى يبقى شخص غريب، وكان بيعمل حفلات كتير قوي في القابو بتاع بيته، وكان بيعزم الشباب اللي كانت شغاله عنده في كنتاكي وقتها ان هم يجوا، وكان بيشربهم كحول مع ان كان معظمهم كانوا تحت السن القانوني اصلا، وبعد ما كان بيخليهم يشربوا كان بيتحرش بيهم، وبعدها بيهددهم ان هم ما يقولوش لحد. وفضل جيسي يعمل كده لغايه اغسطس 1967 لما عزم شاب اسمه دونالد ان هو يجي له البيت، والشاب ده اصلا كان ابن واحد صاحبه. اول لما دونالد وصل عند جيسي ابتدى يفرجه على افلام اباحيه، وقال له انت لازم تنام مع راجل الاول قبل ما تنام مع بنت، وحاجات بنفس الكلام ده. وللاسف جيسي ما عملش كده مع دونالد بس، هو عمل كده مع شباب كتير قوي من اللي كانوا شغالين معاه. بس الفرق الوحيد ان دونالد بقى ما مشي، راح قال لابوه كل حاجه حصل، واول لما ابوه عرف راح مكلم البوليس، وفعلا اتقبض على جيسي. بس قبل ما يتحاكم عليه اتفق مع واحد من الشغالين عنده ان هو يستدرج الطفل ويضربه عشان ما يروحش المحكمه ويشهد عليه. بس برضه الطفل راح رايح للبوليس تاني وحكى اللي حصل له. طبعا بعد كل الادله دي كلها اتحكم على جيسي في 7 نوفمبر 1968 ب 10 سنين سجن. وطبعا بعد ما مراته عرفت الكلام ده كله واللي عمله رفعت عليه قضيه طلاق وكذبتها،
فعلا خدت العيال ومشيت وما نعرفش عنها حاجه لغايه دلوقتي. واظن السجن معروف قد ايه ان هو يخلي البني ادم يكفر عن ذنوبه، خصوصا الواحد زي جون وين كيسي. بس كيسي حياته في السجن كانت بامبي خالص. اول لما دخل كون صحاب في السجن والناس حبته جدا، وكان بيقول ان كل التهم اللي عليه دي مجرد كذب، وانه بيكره الشواذ اصلا، وان الحوار والقضيه دي كلها اتلفقت له عشان ابو دونالد كان بيكرهه، والناس اللي في السجن كانوا مصدقين وكانوا كلهم بيحبوه جدا لدرجه ان هو بقى الشيف الرئيسي عندهم. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook in the kitchen, and I run the morning meal and the afternoon meal in the kitchen. John, how long have you been here? I've been here now a year and about 2 weeks. ومن العشر سنين اللي كان مفروض جون وين كيسي يقضيهم، قعد 18 شهر بس في السجن، وخرج بدري بسبب سلوكه الكويس. بعد ما كيسي خرج من السجن راح لشيكاغو تاني، وهناك اشتغل شيف في مطعم، وبعدها نقل لحته تانيه اسمها كوك كاونتي بعد ما طلعت عليه قضيه تحرش بالاطفال تاني. بس للاسف القضيه دي وقعت بعد ما الطفل ما راحش يوم المحاكمه، وورق القضيه دي ما وصلش للمحكمه اللي اتحاكم فيها في ووترلو، فكان لسه قدامهم ان هو بقى شخص جديد بعد ما خرج من السجن، وان هم مش محتاجين يرجعوه تاني عشان يكمل العشر سنين اللي عليه. ولما وصل كيسي لكوك كاونتي وبعد مساعده من امه وعرف يشتري بيت هناك، والبيت في المستقبل القريب لكيسي هيكون مقبره للجرائم اللي ارتكبها. بعد ما جيسي اشترى البيت فتح مشروع الانشاءات والتصميم الداخلي، وكان المشروع ناجح جدا، وكان بالنسبة للجيران اللي في الحي ان هو الجار المثالي، عشان كان بيساعدهم دايما وكان بيعمل حفلات كتير قوي عنده في البيت، وكان بيعزم الحي كله وكان بيساعدهم لو احتاجوا اي حاجة، فبالنسبة لهم كان هو احسن جار جالهم في الدنيا. وفي نفس الوقت ده دخل نادي اسمه جولي جول كلاون كلوب، ومن هنا اتولد شخصية بوجو ذا كلاون، عشان كان بيلبس لبس المهرج وكان بيروح المستشفيات عشان يضحك العيال الصغيرة ويخلي الناس تتبرع للمستشفى. في نفس الوقت ده جيسي اتجوز للمرة التانية، وطبعا بسبب الحفلات الكتير اللي كان بيروحها بشخصية بوجو ذا كلاون كان بيقابل عيال صغيرة وشباب كتير، وكان بيستغل السذاجة بتاعتهم بسبب صغر سنهم عشان يستدرجهم لبيته، وخصوصا القبو بتاعه اللي كان للأسف بيتحرش بيهم فيه، وكان بيهددهم بعدها من غير ما مراته تعرف أي حاجة. بس بعد 3 سنين من جوازه هو ومراته اتطلقوا بسبب إن هي كانت شاكة فيه واللي بيعمله ده، بجانب ان هي قفشت افلام بورنو للشواذ عنده اصلا كان مخبيها. وساعتها هو اعترف ان هو بايسكشوال، يعني هو بيحب الرجاله والستات. بس مراته التانيه حظها كان حلو الصراحه، عشان من بعد طلاقها جيسي ابتدى يمشي في طريق مظلم اكتر من الطريق اللي كان ماشي فيه. في 1972 جيسي قابل شاب اسمه تيموثي مكواي بعد ما شافه واقف لوحده في وقت متاخر عند محطه الاتوبيسات. ساعتها جيسي عرض عليه ان هو يروح معاه البيت عشان الوقت بقى متاخر وان هو هيرجعه تاني بكره الصبح. بعد ما تيموثي وافق وبات عنده في البيت، تاني يوم جيسي صحي لقى تيموثي واقف عند الباب وماسك سكينه، فقام بسرعه وابتدى يضربه، ومن الخضه تيموثي ابتدى يدافع عن نفسه وراح ضربه بالسكينه، فساعتها جيسي قرر ان هو يقتله، وفعلا خد منه السكينه وفضل يطعن فيه لغايه لما قتله. بس بعد ما جيسي قتله حس باحساس عمره ما حسه قبل كده، والاحساس ده كان عاجبه جدا لدرجه ان هو فضل سنتين كاملين بيحاول يحس بالاحساس ده للمره الثانيه، لغايه لما شاب اسمه كيسدي بيتكوفيتش كان عايز يستقيل من الشركه بتاعت جيسي، فراح له على البيت عشان يقول له الخبر ده وياخد مرتب اخر شهر ليه. بس للاسف دي كانت اخر مره اي حد يشوفه، عشان في اليوم ده جيسي خنقه وقتله، وبعدها بفتره قتل شاب تاني اسمه داريل سامسون، وبعدها سامييل ستابولتون وميشيل بونيان وويليام كارول، والضحايا كانوا كتير جدا، وكل الولاد دي كانت من سن ال 15 ل 19 سنه، كان بيستدرجهم ويغتصبهم ويضربهم بعدها يقتلهم، وبعد كده يدفنهم تحت القبو بتاع بيته. في الفتره دي اصلا ناس كتير ابتدت تشك في جيسي، بس كانوا بيرجعوا في كلامهم يقولوا ان مستحيل يكون جيسي ورا كل الاختفاءات دي، عشان زي ما قلت لكم جيسي كان مشهور جدا هناك، وكلهم كانوا عارفين انه الجار الطيب اللي هو لو حد محتاج حاجه بيروح له على طول. وحتى لما البوليس اتدخل وابتدوا يستجوبوه عشان اكتر من ضحيه كانوا شغالين عنده وقت اختفائهم، ساعتها جيسي قال ان الشباب دول كانوا قالوا له قبل ما يختفوا انهم عايزين يهربوا من البيت عشان يشوفوا مستقبلهم في حتت تانيه، وان هو ما يعرفش عنهم اي حاجه دلوقتي. وفضلت الاختفاءات شغاله وعدد القتل عمال يزيد، كان منهم ماثيو بومان وواحد اسمه روبرت جارلوي، وده اصلا كان ابن واحد من البوليس، روبرت وينش وديفيد سيلمان، واخر واحد كان روبرت داونلي اللي جيسي خده عنده البيت بعد ما رفع عليه مسدس وهناك فضل يغتصب الولد ويعذبه لدرجه ان هو ابتدى يترجاه انه يقتله. وفضل جيسي يكمل جرائم القتل لدرجه ان قبو عنده ما بقاش في مكان يعرف يدفن فيه جثث ثانيه، ابتدى يرميهم في النهر اللي في المدينه بتاعته. وفضل الحال على كده لغايه لما ام ولد اسمه روبرت بيست كانت مستنيه ابنها يخلص شغله في الصيدليه عشان يروحوا مع بعض. روبرت بعد ما خلص الشيفت بتاعته قال لها تستنى شويه كمان عشان في راجل بيعرض عليه شغل احسن، ودخل الصيدليه تاني.
ومع ان امه كانت قاعدة مستنياه لفترة طويلة، روبرت عمره ما طلع من الصيدلية تاني. فلما قلقت ودخلت تشوفه هو فين، لقيته اختفى. راحت متصلة بالبوليس على طول. البوليس ساعتها اكتشف ان جيسي كان لسه مخلص شغل مع الصيدلية، ده غير ان كان فيه كذا شاهد بيقول ان جيسي كان موجود في الصيدلية وقتها. وساعتها اخيرا اصدروا امر بتفتيش بيت جيسي، وفي بيته لقوا حاجات كتير قوي غريبة ملهاش علاقة بالشخصية بتاعت جيسي، من كلبشات لادوات غريبة لكذا حبل لحتى مخدرات. ده غير ان هم كمان لقوا فاتورة من الصيدلية كان مكتوب فيها الوقت والتاريخ اللي اتخطف فيه روبرت، فده خلاهم يشكوا اكتر كمان فيه. بس مع ان كل ده كان موجود، كان لسه ما عندهمش الدليل القاطع ان كيسي هو اللي ورا الاختفاءات دي كلها واختفاء روبرت بالتحديد. فما كانش عندهم حل غير ان هم يحطوا جيسي تحت المراقبة المشددة. جيسي كان عارف الموضوع ده وكان دايما بيهزر مع الاتنين اللي بيراقبوه، وفي مرة قال لهم بهزار ان المهرج يقدر يهرب من تهمة القتل عادي جدا. بس بسبب الضغط اللي جيسي كان عايش فيه في الفترة دي، في 20 ديسمبر نزل وراح للمحامين بتوعه واعترف لهم بكل حاجة، وقال لهم ان انا كنت الحاكم وهيئة المحلفين والمنفذ لناس كتير، وان الناس اللي البوليس بيدور عليها يا تحت القبو بتاع بيته ولا في النهر. بعد ما جيسي قال الكلام ده، البوليس قبض عليه على طول وخدوا امر بتفتيش بيته تاني. بس المرة دي بصوا كويس جدا في القبو بتاعه. اول لما نزلوا شموا ريحة وحشة جدا، ولما بصوا اكتر لقوا باب السري يوصل للارض اللي تحت القبو. وساعتها لقوا جثث كتير، حوالي 29 جثة. بعدها جيسي اعترف ان هو قتل 33 واحد. ده غير انهم لقوا جاكيت روبرت في البيت وحاجات كتير قوي من المتعلقات الشخصية بتاعت الضحايا. بس بعدها انكر كل الكلام اللي قاله وحاول يعمل نفسه مجنون عشان تؤمن عليه كل التهم ويدخل مصحة نفسية. بس في الاخر الادلة كانت كتير قوي وانكاره مفادهوش، وفعلا جيزي فضل حوالي 14 سنة في السجن لغاية يوم 10 مايو 1994، اليوم اللي اتنفذ حكم الاعدام عليه. وحتى هو في لحظاته الاخيرة قال ان هو لسه بريء وان هو ما عملش اي جريمة من الجرائم دي. ولما سألوه ايه اخر جملة عايز تقولها قبل ما تموت، قال لهم لا مؤاخذة حمراء كيس ماي اس. وقصة جيسي خلتني افكر ليه ممكن اي بني ادم يوصل للمرحلة دي وانه يحب يعمل حاجة زي كده. يمكن عشان طفولته اللي عانى منها، ولا بسبب سفرية فيجاس واللي حصل فيها. وشمعنا لقى نفسه شخصية بوجو ذا كلاون؟ عشان جيسي كان دايما بيقول ان هو كان بيبقى مستريح اكتر وهو حاطط الميك اب على وشه. اعتقد ان كل دي اسئله ممكن نحاول نجاوب عليها، بس عمرنا ما هنعرف الاجابه الاكيده، عشان جيسي فضل لاخر لحظه في حياته بينكر كل التهم اللي اتوجهت له. I don't know if you notice here, we got pictures of every one of the victims here, and when you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. They're just names and faces. And when you look at them, but there's no way I could have run into any of them. طيب يا جماعة، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب، خصوصا ان الحلقة دي بجد طلع عينينا فيها انا وفرح. ولو حابين برضو ياريت تعملوا لايك لصفحة الفيسبوك بتاعت القناة دي، وبرضو لو عندك تيك توك اكاونت، مع اني ذات نفسه كنت ضد تيك توك بس يعني ماشي قشطة مش مشكلة، ياريت تخشوا على اللينك اللي في الديسكريبشن اللي هياخدكم الاكاونت بتاع تيك توك، وهناك هيبقى فيه كونتنت معين مخصوص التيك توك هينزل هناك. فلو مش عايزين تضيعوا الكونتنت ده خشوا اعملوا فولو هناك. وفي الاخر تاني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.